العمل كان بيوم متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشون. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا أتولد في طنطا، أربعة اثنين 1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. رسالة احتفلنا باليوبيل الذهبي لكنيستنا مرور 50 سنة على اول قداس اقيم كان شهر 7/71. بنفرح او بنتذكر قيمة الكنيسة في حياتنا، وان احنا من غير الكنيسة لا يمكن ان ننال الخلاص للمسيح والمجد اتم على الصليب. فالكنيسة مليانة بالنعم الالهية، فيها الاسرار اللي بتدينا كل ما قدمه لنا المسيح على الصليب بموته بقيامته بصعوده ورساله الروح القدس لينا. وفي الكنيسة أيضا بنلاقي الطمأنينة وبنلاقي السلام والفرح، بنشعر أن حوالينا آخرين وهم أبائنا القديسين محوطين بينا، بيصلوا من أجلنا وبيشفعوا فينا في كل ضيقتنا في كل أوقاتنا الشديدة الصعبة، فإحنا مش وحدنا في الطريق. عشان كده بنقول أن الكنيسة هي سلم يوصل للسماء، ومن ضمن السلالم اللي نصعد بيها للسماء هي صلوات وشفاعات القديسين. عشان كده يقول الكتاب معلمنا بولس في عبرانيين 12 بيقول لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. يعني يقول لنا السحابة اللي حوالينا دي هي الشهود والقديسين اللي احنا بنشوفهم حس بيهم واحنا جوه الكنيسة خلال الصور والايقونات العجيبة اللي موجودة. فالكنيسة مليانة بالايقونات، منها ايقونات رب المجد يسوع، ايقونات للملائكة، ايقونات للقديسين، وكأن الكنيسة عايزة تقول لنا احنا عايشين تحت ظل المسيح وتحت ظل القديسين. فاحنا في الكنيسة وفي ايماننا الارثوذكسي بنتمتع بشفاعتين، الشفاعة الاولانية وهي الشفاعة الكفارية ينفرد بها المسيح للمجد وحده، ودي تعتبر ان المسيح بيشفع في مغفرة خطايانا لان هو الكفارة اللي نابت عننا بدفع ثمن الخطية. يعني كأن المسيح بيقف قدام الاب كده وسيط لنا امام الاب السماوي وبيقول له اترك ليهم حساب خطاياهم لان انا حملت عنهم هذه الخطايا. فاذا احنا احبائي الشفاعة الكفارية دي ينفرد زي ما قلت بيها المسيح وحده، والقديسين شفاعتهم من نوع آخر. شفاعة القديسين هي شفاعة توسلية، بيصلوا وبيطلبوا من الله من أجلنا، فشفاعة غير شفاعة المسيح الكفارية. وشفاعة شفاعة القديسين نحن متمتعين بيها كسحابة بتضللنا في الكنيسة وبتشبعنا، بيوافع عليه الكتاب المقدس يقول صلوا بعضكم لأجل بعض. والقديسين نفسهم كانوا بيطلبوا صلوات الناس عنهم، يعني القديس بولس يقول للأهل التسالونيكي صلوا لأجلنا، ويطلب نفس الطلبة من العبرانيين يقول لهم مصلين بكل صلاة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي. فطلب الصلاة لا حصر لي في الكتاب المقدس. فإن كان القديسين بيطلبوا صلواتنا إحنا نطلب صلواتهم، وإن كنا نطلب الصلاة لأجلنا من البشر الأحياء اللي هم لسه عايشين فترة الجهاد وتحت الألم مثلنا، إحنا ما نطلبهاش من القديسين لكملوا جهادهم وانتقلوا للفردوس وعايشين مع المسيح للمجد. هل يعني هؤلاء قلت مكانتهم لما اتنقلوا من الأرض للسماء؟ حيث كان يعني يحق لنا نطلب صلواتهم وهم على الأرض زي ما كنا بنقول مثلا قبل بعض نصلي من أجلي، من قبل أبونا صلي من أجلي، وبعد كده أصبحت صلواتهم محرمة وهم قريبين من الله في الفردوس؟ طبعا شيء لا يصدقه. كنا بنطلب صلوات البشر، هل كتير ان احنا نطلب صلوات الملائكة؟ فالحقيقة موضوع الشفاعة موضوع جميل وطويل ومفرح وبيدي للنفس سلام وبيدي فيها طمأنينة. فهركز على نقطة واحدة وهي روحانية التشفع بالقديسين. شفاعة بالقديسين تحمل لنا معنى الإيمان بالحياة الأخرى. يعني الإيمان بأن اللي انتقلوا مازالوا أحياء وليهم عمل، فده إيمان
بالصلة الدايمة بين السماء والأرض، إيمان بإكرام ربنا للقديسين، وبالتالي لما بنشفع بيهم ده إكرام من البشر لهؤلاء القديسين اتنقلوا للسماء. نقطة أخرى في روحانية التشفع بالقديسين، الشفاعة تعتبر شركة حب بين أعضاء الجسد الواحد. يعني الكنيسة هي جسد واحد، المسيح رأسه وكلنا أعضاءه سواء في السماء أو على الأرض، والحب والصلوات والشركة دي أمور متبادلة بين أعضاء الجسد الواحد. إحنا نشفع فيهم بصلواتنا عن الراقدين، وهم يشفعوا فينا بصلواتهم عننا، فدي رابطة لا يمكن أن تنفصل. فليه بقى منكروا الشفاعة عايزين يحطموا هذه الشركة اللي بيننا وبين القديسين؟ فلا صلاة مننا لأجل الراقدين ولا شفاعة من الراقدين فينا. هل المحبة من كل مؤمن وبين الله الآب تمنع وجود المحبة والصلة بين الأبناء وبعضهم بعض؟ يعني في البيت في الأسرة الواحدة الأولاد بيحبوا أبوهم، هل لما الأولاد يحبوا بعضهم تقلل من قيمة حب الأولاد لبنيهم؟ بالعكس، الأب يفرح لما يلاقي أولاده متحبين ومتعاونين. فالمسيح نفسه طلب له المجد من الآب في الصلاة الوداعية، وقال له ليكونوا واحدا كما نحن، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، أنا فيهم وانت فيا، ليكونوا مكملين الى واحد. ايضا من روحانية الشفاعة، شفاعة فيها فايدة، اللي بينكرها بيخسرها وبلا مقابل. يعني بيؤمنوا بالشفاعة بينتفعوا بربطة الحب اللي بينهم وبين القديسين، وبينتفعوا بمجرد الصلة اللي بينهم وبين أرواح المنتقلين، فبيضيفوا لصلواتهم الخاصة صلوات أقوى وأعمق صادرة لأجلهم من العالم الآخر، وفي كل ده ما بيخسروش حاجة. لكن منكروا الشفاعة بيخسروا هذه الصلة وبيخسروا هذه الصلوات بلا مقابل. يعني أقدر أقول كمان بيخسروا إيمان بسيط غير معقد. طبعا بنلاحظه في كل اللي بيحتفلوا بأعياد القديسين، واللي بيزوروا كنايسهم، واللي بيطلبوا صلواتهم. فمش عارف بأي وجه اللي بينكروا الشفاعة دول هيقابلوا القديسين في السماء وهم رفضوا إكرامهم ورفضوا صلواتهم ورفضوا شفاعتهم. الشفاعة أيضا بتحمل لينا تواضع القلب. يعني بتشفع معناه انت انسان متواضع. ليه؟ لانه غير مغرور بصلواته الشخصية او بصلته بربنا، فبياخد موقف الخاطئ الضعيف اللي بيطلب شفاعة غيره فيه. على العكس بقى، اللي بينكر الشفاعة كأنه بيسأل وهو منتفخ، ايه الفرق بيني وبين القديسين دول؟ الصلة اللي بيني وبين ربنا اقوى من ان انا احتاج لوساطتهم. طبعا شيء صعب ان احنا نقبله. فهؤلاء اللي بينكروا شفاعة القديسين هيخجلوا لما يسمعوا معلمنا بولس الرسول وهو بيقول صلوا لأجلنا ولأجل جميع القديسين، العملاق بولس الرسول. ايضا من روحانية الشفاعة، الشفاعة دليل على عدل الله، عدله في مبدأ تكافؤ الفرص. فان كان الله سمح للشيطان يحارب ولاد ربنا ويجربهم ويظهر ليهم في رؤى وفي احلام كاذبة ويضايقهم، فعدل الله طبعا يقتضي مبدأ تكافؤ الفرص انه يسمح للملائكة والارواح الخيرة انهم يساعدوا اولاده على الارض، زي ما سمح للارواح الشريرة تضايقهم فيسمح للقديسين انهم يسندونا. فده يظهر عدل الله من جهة تدخل الارواح القديسة في حياة البشر. فان كان ربنا سمح للشيطان يضرب ايوب، فيسمح ايضا للملائكة انها تعصب ضربات البشر وتخدم ولاده حتى من غير ما يطلبوهم. يبقى قد ايه بقى لو طلبوهم؟ يقول أليس جميعهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيد أن يرثوا الخلاص؟ فمدام الملائكة دول مرسلين لغرض الخدمة، يبقى إيه المانع أن احنا نطلب تدخلهم عشان يساعدونا وهم قريبين مننا؟ حاجة تانية في الشفاعة، إن الشفاعة الحقيقة واقع بنعيش فيه، مش خيال. شفاعة القديسين بالنسبة لنا مش مجرد بحث او بنطلع شوية ايات، لكن ده واقع عملي بنعيشه، تاريخ حي على مدى الاجيال في كل تاريخ الكنيسة. فهذا التاريخ او هذا الواقع بيروي الرابطة العجيبة اللي بين المنتقلين هم القديسين وبين اللي بيعيشوا على الارض، صلة حية بالقديسين اللي بيشفقوا على اوضاعنا اكتر مننا، وبإشفاق حقيقي. فكتير من مشاكلنا بتتحل أحيانا من غير ما نصلي من أجلها بسبب تشفعات القديسين وبسبب أنهم بيطلبوا عننا. يعني القديسين بيعتبروا أكتر فهم مننا وأكتر تطبيق للآية اللي بتقول بكاء مع الباكين وفرحا مع الفرحين، هما بيطبقوها بصلواتهم من أجلنا. فالشفاعة دليل جميل على الربطة الرائعة من أعضاء الكنيسة الواحدة اللي على الأرض واللي في السماء. كنيسة واحدة، اللي على الأرض مسميه كنيسة المجاهدة، واللي في السماء الجزء اللي في السماء
نسميه الكنيسة المنتصرة، والاتنين بيتبادلوا الصلاة لأجل بعض برابطة الحب. فاللي بيرفضوا شفاعة القديسين بيتجاهلوا هذا الحب، وبيتجاهلوا المعجزات العجيبة اللي يشهد الناس بحدوثها بصلوات القديسين في أعيادهم وفي كنايسهم وأديراتهم. فمحاولة للأسف لإلغاء واقع وتاريخ، وليست مجرد انحرافات في التفكير النظري. يكفي نحن نذكر معجزات اللي حصلت في ظهور العذراء في الزيتون، سواء المسيحيين أو غيرهم، وتسجلت بأصوات الناس وبكتابتهم، والمعجزات بتحصل باسم ماري جرجس وملاك ميخائيل وباقي القديسين. فإذا أحبائي، إحنا موضوع الشفاعة وصلاتنا بالقديسين ما هوش معرفة يوم وليلة، إنما ده عشرة زمن طويل وعلاقة لا يمكن نحنا نفصلها أبدا، صداقة بيننا وبين الملائكة وبين القديسين. فالناس اللي بترفض شفاعة القديسين ما عندهمش مجال يقدروا يأثروا بيه على الناس، لأن ده واقع بيعيشوه وبيتلامسوا معه. ربنا يمتعنا بشفاعة القديسين، ونتعلم منهم ومن سيرهم ازاي نتمثل بيهم وبإيمانهم، ونصبر في جهادنا واحنا واثقين لنا معونة وثقة بنعمة ربنا أولا، وبصلوات وطلبات القديسين عنا. لإلهنا كل مجد للأبد، آمين. مهما بعدت عن حضنك في صوت جوايا ينده ليك، مفيش في الكون ده يشبه ليك يا أغلى مكان. ميري ميري. نعم. يلا تعالي عشان نسجل كلمة الكنيسة في اليوبيل. ماشي، أنا عندي كلام كتير عايزة أقوله عن الكنيسة. أنا حضرت بتاع مثلا 40-50 صفحة يا دوبك نلحق نتكلم فيهم عن الكنيسة. بس أنت عارف إحنا عندنا دقيقة واحدة بس، هنقول إيه ولا إيه؟ دي حياتنا كلها كانت جوه الكنيسة. عندك حق، إحنا فعلا حياتنا كلها كانت جوه كنيسة القديسين من ساعة ما اتولدنا وتعمدنا فيها، وبعد كده روحنا مدارس الأحد وروحنا الحضانة وروحنا الدروس في الخدمة التعليمية والنادي الصيفي وخدمة الشباب وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكل الأنشطة الحلوة اللي احنا كنا تقريبا حياتنا كلها فعلا كانت في الكنيسة. الأنشطة الجميلة من مهرجانات لترانيم لتمثيل، ده كل ده بفضل أباء كهنة مباركين تعبوا معانا، وخدام أمناء وعمال وفراشين. كنيسة القديسين دي قصة حياتنا احنا من ساعة ما اتولدنا وتعمدنا فيها لغاية لما اتجوزنا. علشان كده يا كنيستي في عيدك الخمسين من كندا فاكرين كنيسة القديسين وفي القلب شايلين أولادك مينا اسحاق ميري صابر أونتاريو كندا 2021. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. كنيسه القديسين وحشنا جدا، كل سنه وانت طيبه، دايما في قلوبنا ودايما فاكرينك. كل سنه وانت طيبه بمناسبه اليوبيل الذهبي، علمتينا المحبه وعيشتنا الابديه وفي عيدك الخمسين من كندا فاكرين كنيسه القديسين في القلب شايلين بولس منير مريم فايق ناتالي نيكول مونتريال كندا 2021. كنيستنا كنيسه القديسين بهنيكي بعيدك الخمسين، ودايما فرحانه بكل ولادك الشهداء والقديسين. احنا رحنا شرق وروحنا غرب، بس كنيسه القديسين كانت دايما جوه القلب. مر الزمان وبعدت المسافات، بس كان اسمها لوحده بيستدعي احلى الذكريات. دي كنيستي، كنيسه القديسين ماري مرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء. كنيستي امي الحلوه، بتوحشيني بتوحشيني بكهنتك الابرار وخدامك الامناء وشعبك المبارك المحب بالحقيقه للمسيح. وحشاني يا كنيستي، وحشني السجود قدام باب الهيكل بتاعك. يمكن في الكنيسه الصغيره اكتر شويه، بس كلك على بعضك وحشاني بكل عمدانك وجدرانك وايقوناتك وستر الهيكل بتاعك. كل سنه وانت دايما طيبه يا كنيستي، ودايما تكوني مناره لكل النفوس المحتاره. بحبك يا كنيستي مهما بعدتي. شنودة بستاوروس داليا ويليام اونتاريو كندا 2021. بحبك يا كنيستي مهما بعدت. ميمي زخاري مونتريال كندا. في عيدك الخمسين من كندا فاكرين كنيسة القديسين في القلب شايلين. أغابي مونتريال كندا 2021. كنيسة القديسين وحشتيني، وحشتني ذكرياتي وأبائي وإخواتي،
وصحابي وخدمتي. كنيسة القديسين علمتني الإيمان وعلمتني الخدمة. أنا دايماً بفتخر إني بنت كنيسة القديسين وبنت أبائها القديسين. فرحانة إني بشارك في العيد 50 للكنيسة. بحبك يا كنيستي مهما بعدتي. إيريني عبد المسيح، أونتاريو، كندا، 2021. كنيسة القديسين هي كنيسة الأم، عمتي فيها وتشمت فيها شماس وحفظت فيها أول ألحاني. ومهما عدى الزمن كل ما زال مصر لازم أزور كنيسة القديسين، أخذ بركتها وأفتكر ذكريات الحلوة في كل كورنر فيها. مهما طالت السنين محفورة في القلب والعين. فادي زاهر مطر، مونتريال، كندا، 2021. بقالي 27 سنة بعيد عنك، بس هفضل دايما بنتك. أنا بنت القديسين، بحبك يا كنيستي مهما بعدتي. فيبي زاهر مطر، مونتريال، كيبيك، كندا، 2021. في عيدك 50 من كندا فاكرين كنيسة القديسين في القلب شايلين. فادي صفاء، مارينا كامل، إيفانجيلين، ناتانييل، بلانفيل، كيبيك. في عيدك 50 من كندا فاكرين كنيسة القديسين في القلب شايلين. إيفا شاكر، مونتريال، كندا، 2021. كنيسة القديسين سابت فينا أثر كبير لسنين بخدامها وكهنتها اللي عملوا وشكلوا شخصياتنا. بحبك يا كنيستي مهما بعدتي. أيمن ألفونس، كندا، أونتاريو، 2021. وريهام، thank you. كل سنة وكنيستي، كنيسة القديسين مرمور وزباب بطرس سليبش بخير في الاحتفال الجميل بعيد اليوبيل الذهبي. طبعا احنا نحتفل بكيان مقدس، منارة ذهبية حملت نور المسيح لينا وكل اللي اتلمسوا مع الكنيسة. نشكر ربنا ان ربنا سمح اكون في الكنيسة في الفترة تقريبا من نص التسعينات، 96-97 في المرحلة ابتدائي، لحد سنة بعد ما اتخرجت في 2009 وربنا سمح ان انا سافر. اتلمسنا بكل شيء جميل في الكنيسة. شكر خاص لكل الاباء والخدام والمخدومين، كل شعب الكنيسة اللي نقلوا لنا سورة المسيح وسلموا لنا الإيمان. إحنا كل الفترة دي عايشة في وجداننا لحد دلوقتي، إحنا عايشين ببركة الأيام دي. كل سنة وكنيسة طيبة، إحنا بنحبك كنيستنا جدا ودايما في قلوبنا مهما بعدت المسافات. إحنا فخورين بانتمائنا ليكي. ابنك باسم شكرالله، أونتاريو، كندا. وحشني السجود عند أعتابك وإحساسي بالفرحة عند بابك. وحشني كل ركن حتى ترابك والراحة في حضنك ويا أحبابك. في عيدك 50 من كندا فاكرين كنيسة القديسين في القلب شايلين. داليا نبيل، مونتريال، كندا، 2021. اليوبيل الذهبي لكنيسة القديسين، كنيستنا اللي تربينا فيها، اللي تعمدنا فيها، اللي ليها تأثير كبير جدا على شخصياتنا. اتعلمنا فيكي يعني ايه محبة ما بين الاباء، ما بين الخدام، محبتهم لينا. اتعلمنا فيكي من واحنا صغيرين جدا جدا جدا. دايما اول حد بيعلمك اي حاجة في حياتك بتبقى فاكره طول عمرك. سبناكي ومشينا يمكن باجسادنا، لكن مازلتي جوانا. بنفتخر بيكي في كل مكان. ربنا يديمك وتنمو الخدمة فيكي اكتر واكتر واكتر، وتكوني سبب بركة الكثيرين. بحبك يا كنيستي مهما بعدتي. رانيا وروبرت، ألبرتا، كندا، 2021. الكنيسة كنيستنا رغم أنها بعيد عنا مكانا، لكن الكنيسة غرزت جوانا بذرة لسه عمالة شجرة بتكبر، زي ما المسيح قال ملكوت بيكبر كل يوم وثمر بيبقى اكسبريسد. يعني أذكر مش على سبيل الحصر بعض مقولات صغيرة أو مواقف: لو مش قادر تجري امشي، لو مش قادر تمشي اسحف، لو مش قادر تسحف وقف بس ما ترجعش لورا. طبعا في أكتر من موقف غير حادثة التفجير أو غيرها، عدم الخوف والإيمان بالمسيح اللي موجود. أذكر أيضا كلمة حب المسيح اللي فيه. فنمشي طول عمرنا ندور ونكبر كل يوم ندور على المسيح اللي وسط الناس اللي حوالينا. أذكر كل الخدام اللي كان شكلهم شهادة حية للمسيح انطبعت جوانا، يعني كل ذكرى ليهم تحرك جوانا معنى للمسيح. بحبك يا كنيستي مهما بعدتي. شيرين فوزي، أونتاريو، 2021. أمي الغالية، كنيسة القديسين، كل سنة وانت طيبة بعيدك 50، وكل أبائي وكل شعب كنيستك طيبين. بحبك يا كنيستي مهما بعدتي. مريم إسحاق،
مونتريال كندا 2021. في عيدك الخمسين من كندا فاكرين كنيسة القديسين في القلب شايلين ميرت رأفت كيبك كندا 2021. كنيستي كنيسة القديسين كل سنة وانتي طيبة، كل سنة وكل كهنتك وشعبك وخدامك وشمسيتك طيبين، كل سنة وانتي منارة منورة الدنيا كلها بولادك اللي منتشرين في كل حتة في العالم. كنيسة القديسين بالنسبة لنا مش مجرد الكنيسة اللي ما كانت موجودة في منطقتنا وبنصلي فيها، كنيسة القديسين هي أساس كل حاجة في حياتنا. كنيسة القديسين اللي اتعلمنا فيها المسيح، هي المكان اللي كل لحظة فيه كل الخدام اللي اتعاملنا معاهم، كل الخدمات، كل الكهنة، وكل لحظة قضيناها فيها كان ليها دور كبير قوي في تكوين شخصياتنا. كنيسة القديسين هي الأساس اللي لسه مخلينا مكملين لغاية دلوقتي، الأساس اللي بنربي عليه ولادنا لغاية دلوقتي. ربنا يديمك منارة لأجيال وأجيال دايما كتير. عيدك الخمسين من كندا فاكرين كنيسة القديسين في القلب شايلين مينا عبد المسيح، مريم سامي، مايفل، ماليزيا، أونتاريو كندا 2021. أحبك يا كنيستي مهما بعيدتي، ميلانيا سامي، مونتريال كندا. وفي عيدك الخمسين من كندا أكيد فاكرين يا كنيسة القديسين في القلب والشرايين، نانسيات، أونتاريو كندا 2021. في عيدك الخمسين من كندا فاكرين كنيسة القديسين وفي القلب شايلين، نبيل فاروق، أونتاريو كندا. كنيسة القديسين في عيدك الخمسين كل سنة وأنت طيبة، انتي اجمل كنيسه في الدنيا، اتعلمت فيكي حاجات كتيره، ومهما قلت عمري ما حاولت في الدين اللي في رقبتي ناحيتك. يا كنيسه القديسين اتعلمت منك حاجات ونفسي ان انا اقولها لك في عيدك. اول حاجه يا كنيستي، ازاي شفت عمل ربنا العجيب في قلب كاهن بسيط سلم حياته بالكامل لربنا في شخص ابونا شوي كامل، كان شعله من نار غيرت اسكندريه كلها، وبدأ بكنيسة ماري جيركس سبورتينج وامتدت لكنائس كتيرة جدا في اسكندرية منهم كنيسة القديسين. تاني حاجة يا كنيستي، الحاجة اللي فعلا أثرت فيا لسنين طويلة وما زالت بتأثر فيا، كمية المحبة والتواضع اللي بين أبائك المباركين. اتربينا وشفنا أباء الكنيسة وهم ازاي بيحبوا بعض، عمرنا ما شفنا أي خلافات بينهم، عمرنا ما سمعنا إن في حد احتد برأيه ولا حد طلب إن رأيه هو اللي يتنفذ. دايما شفنا قمة التواضع، قمة المحبة، وده اللي احنا تسلمناه من الجيل اللي بعديهم والجيل اللي بعديهم والجيل اللي بعديهم، وهو ده اللي احنا ماشيين بيه. يا كنيستي احب اقولك ان انا شفت شخص المسيح في استاذ يوسف واصف اللي رباني من وانا في ابتدائي لحد ما اتخرجت من ثالثة ثانوي. شفت فيه شخص عظيم، شخص جبار، ازاي كان بيحب ربنا مش بالكلام بس لكن بالعمل، وكلنا اتعلمنا منه. وناس كتيرة حتى اللي ما كانوش في أسرته في مدارس الأحد شافوه ازاي ان هو كان قدوة جبارة لينا. فعلا ده ملاك كنيسة القديسين. شكرا يا كنيستي في عيدك الخمسين من كندا فاكرين كنيسة القديسين بالقلب شايلين. مينا صابر، مسيساغا، كندا، ابريل سنة 2021. بعدت عن حضنك في صوت جوايا ينده ليك، مفيش في الكون ده يشبه لك يا أغلى مكان.